مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بداية شهر رمضان المبارك يسرنا أن نقدم لكم ضيفا مميزا للغاية، درس اللغة العربية في الجامعة منذ حوالي أكثر من 40 سنة، ثم قام بتدريس اللغة العربية للطلاب الكوريين، ودرس الثقافة والدين الإسلامي، وأخيرا قام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الكورية. لذلك أعتقد أنه حقق على الأرجح أفضل النتائج بصفته أجنبيا تعلم اللغة العربية. هيا نتعرف على هذه الشخصية المثيرة للإعجاب، حيث يجلس الأستاذ أحمد إي ميونغ وون بجواري أمام مايكروفون القسم العربي بالكيبيس. مرحبا بك يا أستاذ لي، ألف مبروك على إنجازاتك البارزة، وكل عام وأنتم بخير. مرحبا لكم. السلام عليكم. والله يعني هل تتذكر يعني اللحظة الأولى يعني التي قررت فيها يعني ترجمة القرآن لأول مرة؟ يعني تقريبا في بداية الثمانينات، بالضبط يعني في السنة 84 التقيت بأستاذ مصري اسمه أحمد عبد الفتاح سليمان. في ذلك الوقت كل أسبوع، كل يوم السبت أنا التقيت به في شقته، وأيضا تعلمت منه عن البلاغة، القرآن الكريم واللغة العربية أيضا. منذ ذلك الوقت أنا فكرت في ترجمة القرآن الكريم. يا سلام. إذن يعني أكثر من 40 سنة تقريبا يعني قررت كده ترجمة القرآن الكريم. يعني إذن يعني القرآن كلام الله، يعني لذلك ربما يتشدد الجميع في تقييم مستوى يعني ترجمة القرآن، فما هي أصعب الأمور أو أكثر المخاوف بالنسبة لك في عمليات يعني ترجمة القرآن؟ ظننت أنني لن أترجم القرآن الكريم إذا ما أردت، أو إذا لم أفهم فسأبدأ فلا أبدأ في الترجمة بعد أن تفهم كامل يعني. كاملا سأبدأ. فلذلك قبل 3 سنوات ونصف تقريبا أنا بدأت ترجمة لمدة أكثر من 30 سنة. أنا درست القرآن الكريم. يا سلام. إذن يعني إذن ما هو يعني أهم شيء يعني فكرت فيه في أثناء ترجمة القرآن؟ أهم شيء هو حق القرآن، يظهر حق. ما هو الحق؟ مهم هي يعني حق. إذن كيف بحثت عن هذا الحق يعني؟ من البداية يعني من سورة الفاتحة حتى النهاية فيها فقط وحق. إذن نعرف أن القرآن الكريم يعني تمت ترجمته بالفعل إلى اللغة الكورية منذ أكثر من 30 سنة في كوريا. إذن يعني هل كان هناك أي سبب جعلك تعتقد يعني أنه يجب عليك ترجمته يعني مرة أخرى كده؟ في الحقيقة في مجتمع كوري لا يوجد قرآن باللغة الكورية. أينما نقرأ قرآن الكريم باللغة الكورية موجودة الآن في كوريا، أينما قرأنا نقرأ نفهم حتى باللغة الكورية أيضا. فلذلك قلت لكم مطلق منذ قليل في كوريا لا يوجد ترجمة القرآن الكريم. إذن
يعني ما هي اختلافات أو تحسينات يعني في ترجمتك مقارنة بالترجمة السابقة؟ يعني أنا ترجمت القرآن الكريم من اللغة العربية إلى كوريا مباشرة بدون أي تدخل أي لغة أخرى. يعني أنا قرأت وأيضا عندي ثمانية أنواع من التفاسير باللغة العربية. وأيضا عندي 13 نوعا من النسخة الإنجليزية. أنا قرأت كلها. يا سلام. ولكن يعني بناء على أي نوع من يعني هذه التفسيرات أنت يعني اعتمدت على ترجمتك أيضا؟ تفسير صفوة التفسير لأستاذ محمد علي السابوني، هو السعودي، هذا أهم شيء بالنسبة لي. والثاني بلغة اللغة العربية. بالنسبة هذه المجلدات أنا اشتريت من أردن. أنا زرت 4 مرات في تلك المكتبة. حجم كبير. يعني مجلد، يعني 10 مجلدات. كيف أحمل إلى كوريا؟ يا سلام. فلذلك أنا زرت 4 مرات هناك. حتى تحمل كلها لا إلى لا كوريا. لم أقرر. يعني أن شراء، أنا لم أقرر الشراء. هذا صعب جدا. الثمن ليس مهم، ولكن هذا مجلد يعني لا أستطيع أن أقرأ كلها. بذلك الوقت يعني ممنوع عندها فت. ولكن عنوانها بلاغة لغة، بلاغة القرآن الكريم. أنا متخصص في بلاغة. لذلك في زيارة الرابعة أنا اشتريت. أخيرا قررت أن تشتري. ولكن هذه المجلدات حلل كل كلمات في القرآن الكريم باللغة العربية. ساعدك كثيرا في فهم المعنى الحقيقي في القرآن الكريم إذا يعني. نعم. إذا يعني هل ما زلت تتذكر يعني تلك اللحظة عندما انتهيت من ترجمة القرآن؟ يعني ماذا فعلت في ذلك الوقت؟ يعني أنا عملت هكذا. يا سلام. في قبل تقريبا يعني 40 سنة. قبل 40 سنة في التلفزيون يوجد إعلانات لغسالة. يعني هكذا. بعون تعالى تمت ترجمتي. فلذلك عملت كذا. احتفلت كذا يعني. إذا أنا أعرف أنك مسلم. متى وكيف يعني بدأت في دخول الإسلام؟ هذا أستاذ عبد الفتاح سليمان. هو من هو؟ هو أستاذك. هو الذي علمك الإسلام وأنت دخلت الإسلام. إذا هذا قبل كم سنة؟ عند أيام الجامعة ولا؟ 88. 85. 85. يعني 85. عندما كنت في كلية الترجمة. قبل 37 سنة يعني. يا سلام. إذا أنت أيضا يعني عرفت، أنت أيضا عملت في شركة بونيم الكورية الموجودة في ذلك الوقت في المملكة العربية السعودية. فكيف كانت المملكة العربية السعودية يعني في ذلك الوقت يعني؟ وهل لديك ذكريات معينة تحتفظ بها من تلك الفترة يعني؟ في ذلك الوقت وأيضا في بداية 2000s أنا زرت مرة أخرى. نعم. ولكن لم أجد مكان الذي سكنت فيه. تغير كبير. يا سلام. إذا يعني في 80s كيف يعني؟ كل أنحاء البلاد السعودية تحت إنشاءات. أعتقد حتى الآن هكذا. ولكن بعد 20 سنة يعني تغير. تغير. وإمارات كبيرة. كبيرة.
وأيضا بعد 20 سنة أخرى في أحد الأيام زرتها مرة أخرى؟ لا 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 لم أزرها لمدة تقريبا 20 سنة لم أزرها. فلذلك أنا أتوقع لها ستاتي أنت. صح. إذا يعني أتساءل يعني من ساعدك أكثر يعني في أثناء دراستك دراسات اللغة العربية في الجامعة أو كذا بعد كذا؟ هل كان يعني أستاذك أو مدرسك أم أصدقائك عرب أم من تحديدا يعني؟ أستاذ أحمد عبد الفتاح سليمان واحد هو من مصر. حينما أدرس اللغة العربية منه دائما أنا اشتريت كتاب نسختين منه واحدة عنده واحد عندي. إذا كان عندي أسئلة أنا أعمل بالتليفون وأيضا هو عنده نفس النسخة عنده فلذلك هو يجيب. وأيضا عن البلاغة كتب عن البلاغة صعب جدا جدا. خاصة باللغة الكورية كيف أعبر باللغة الكورية؟ هو أقرأ أنا حينما عندما أقرأ كتب عن البلاغة يستغرق أكثر من 6 شهور. يا سلام. لكل كتاب كيف أقرأ؟ هو يقرأ يعني يومين يسكرك يومين فقط. هو يكتب هو يعمل قد يعني نقط مهمة عند النسخة عنده. وعندما التقيت به هو أعطني وأيضا أنا أعطي النسخة عندي هكذا أتم تبادلنا يعني. يا سلام. إذا يعني لقد التحقت بالقسم اللغة العربية في منتصف السبعينيات تقريبا. إذا كيف كان الوضع يعني في تعليم اللغة العربية في كوريا في ذلك الوقت؟ يعني أعتقد أنه لم يكن هناك حتى قاموس مناسب بين اللغة العربية والكورية، أليس كذلك؟ نحن نخزل في ذلك الوقت. نخزل. ليس ما كانت لنا كتب قاموس. وأيضا بالنسبة لنا كانت ممنوع السفر إلى الخارج. إلى الدول العربية أيضا. إلى الخارج. حتى الخارج. صح. يا سلام. إذا كيف تعلمتم يعني؟ فلذلك ما كانت عندنا معلومات عن اللغة العربية. لا يوجد قاموس، لا يوجد كتب. يا سلام. إذا حد اشترى كتابا من الخارج الطريق في أقاربه أو أقربائه هو لا يظهر. هو لم يظهر. أحيانا هو يظهر. إذا نعم الكافي. ولكن مسألة تصوير أيضا غالي جدا. كان غالي جدا جدا. يا سلام. كيف ندرس؟ ولكن قبل أولمبياد 88 منذ ذلك الوقت يعني ممكن أن نسافر إلى كاريز. صح. فلذلك منذ ذلك الوقت يعني والله أنا أعتقد أنا يعني كنت محظوظة يعني أنا دخلت أو درست اللغة العربية بعد كذا يعني. ولهذا أنا على الأقل عندنا كتب وقاموس وكذا يعني. أنا أيضا درست اللغة العربية في أواخر الثمانينات. يعني من جديد كان من جديد يعني. إذا طالما أنك يعني تعلمت ودرست وأتقنت الثقافة العربية والإسلامية منذ فترة طويلة في الجامعات الكورية، ماذا تريد أن يعني تريد من الكوريين أن يتعلموا بصفة خاصة من الثقافة العربية والإسلامية؟
إذا قرأ أحد القرآن الكريم باللغة الكورية سيكون له اهتماما كبيرا في الثقافة الإسلامية. أسرع طرق يعني. نعم. صح. أهم شيء قراءة القرآن الكريم. والله دورك مهم يعني، وعملت حاجة مهمة جدا يعني. إذن أنا سمعت كده أنك درست اللغة الكورية لطلاب عرب في جامعة محمد الخامس في المغرب يعني لفترة، أخبرنا يعني بالمزيد عن هذه التجربة. أنا سافرت إلى المغرب في 2001 قبل يعني قبل 20 سنة تقريبا. قبل ذلك الوقت أنا دخلت جامعة يونسي في معهد اللغة الكورية كمعلم كمعلم لغة الكورية. معلم لغة الكورية للأجانب يعني. أنا درست ريموت الشهر كل يوم للتدريس يعني طريقة التدريس اللغة الكورية. إذن كنت متعمد يعني أنت ستدرس اللغة الكورية في الخارج يعني. بعدين أنا سافرت إلى المغرب إلى دولة المغرب. إذن ما هو أصعب شيء يعني على الطلاب المغاربة يعني في تعلم اللغة الكورية يعني، وأيضا ما الذي أكدته بشكل خاص يعني للطلاب المغاربة في الثقافة الكورية؟ طلب المغاربة يهتمون باللغة الكورية والثقافة الكورية والتاريخ الكورية اهتمام كبير، وأيضا هم يتكلم ويدرس ويتعلم اللغة الكورية بسهولة. أسهل منا. بطريقة أسهل منا. كوريون يدرس اللغة الأجنبية عن طريق الكتب ليس بالمحادثة. صح. بل ليس بالحوار. ولكن مغاربة هم يريد يتعلم اللغة الكورية أو لغة أخرى أيضا يعني بالشفوي ليس بالكتب. وعندما ألقيت أسئلة عن اللغة الكورية معظم طلبة يرفع أيدهم. مختلف عن يعني غرفة المحاضرة في كوريا نحن ساكتين يعني. وبعد دقيقة أيضا هو نفس الدالت يريد أن يجيب. عندهم كده يعني موهبة وأيضا نشطة يعني في كده تعلم والتعامل مع عندهم يعني أحلام كوريا. صح. دريم كوريا. هم معظمهم يريد أن يسافر إلى كوريا. إذن يعني أنت أيضا عشت فترة كده في الدول العربية، إذن ما الذي تشتاق إليه أو تفتقد به يعني أكثر في حياتك في يعني الدول العربية بما فيها المغرب؟ عندما كنت في المغرب لم أسافر إلى مدن أخرى كثيرة. أنا سكنت في رباط. رباط. في رباط. ولكن أنا سكنت يعني سافرت إلى أربعة مدن كبيرة. فاس ودار البيضاء ومراكش. مراكش. فقط. فلذلك يعني أريد أن أسافر إلى المغرب إذا ممكن لمدة نصف سنة تقريبا. وأيضا أقيمت في شواطئ أطلنطي يعني أطلنطي وأعود يعني محيط المتوسط. في ذلك الوقت يعني لم أسافر كثيرا. وأيضا سكنت هنا وحدي بدون أسرة. أيضا أنا دائما أشعر بالأسف للأولاد. يعني بذلك الوقت ولدي سنة ثالثة في
ثانوية. يعني فترة مهمة في الحياة يعني. ولكن سافرت هناك لمدة سنتين. فذلك يعني دائما أنا أشعر بالأسف. إذن عملية ترجمة القرآن يعني القرآن الكريم يعني مهمة عظيمة يعني في الواقع يعتقد يعني الجميع يعني أنه سيكون أوكي جميل يعني من الجيد يعني القيام بذلك، لكن ليس من السهل تحقيق ذلك يعني بمجرد المثابرة. يعني كيف تمكنت من إدارة حياتك اليومية يعني مع العديد من المتغيرات يعني جسديا وعقليا ومن حيث الوقت؟ أنا تقاعدت عن الجامعة في السنة الماضية. قبل تقاعدي من الجامعة أنا يعني الجامعة يعني بسنتين يعني سنة 2019 2019 أنا بدأت القرآن الكريم. كل يوم أنا تقريبا 10 ساعات لمدة 10 ساعات. يا سلام. وأيضا في السنة الماضية وقبل ذلك بسبب جائحة كورونا. يعني كنت في غرفة في البيت. فلذلك لم يتدخل في ترجمتي أي شيء. الحمد لله، والله استفدت من هذه الفترة. وأيضا فقط يعني زوجتي هي ساعدتني مساعدة كبيرة. كيف؟ هو لم يتدخل في ترجمتي. هو فقط يعني أحيانا هو يحضر يعني شاي وحلويات. يا سلام. وأيضا هو يعني هي أول خديجة في كوريا. هي أول خديجة في كوريا. خديجة. اسمها خديجة؟ لا لا. إذن هي أول امرأة أسلمت قرأت القرآن الكريم باللغة الكورية. يعني هي التي علقت دائما في ترجمتك. مثل خديجة. هي أول مسلمة. أليس كده؟ نعم. يا سلام، والله أحترمها يعني. هي واحد فقط. يعني أي شخص لم يقرأ ترجمتي الآن. إذا ماذا قالت هي؟ هي مبسوطة؟ نعم. لكي أؤكد ترجمتي هي صحيحة أم لا. فلذلك أنا أجهرت عن ترجمتي لها. هي حسب ما أعلم هي أصلا كانت مدرسة في المدرسة الإعدادية، أليس كذلك؟ هي أيضا تخصصها أيضا رياضيات. نعم. يا سلام. إذا يعني ما هي المجالات الأكاديمية التي تريد من الطلاب الكوريين الصغار المتخصصين في اللغة العربية أن يواصلوا يعني دراستها في المستقبل؟ بعد ترجمة القرآن الكريم سأترجم صحيح البخاري يعني لطلاب كوريين. أريد أن أقدم لهم ثقافة إسلامية عن طريق حديث النبوي. سيستغرق تقريبا بنسبة لي 5 سنوات من الآن لترجمة صحيح البخاري. فيها تقريبا أكثر من 7000 حديث. إذا قرأ ترجمة القرآن الكريم وحديث النبوي إذا لا أتوقع يعني مستقبل مجتمع كوري يعني مجتمع يعني مسلمين كوريين سيطات بكثير. إذا هل هناك أي مجالات أخرى يعني تريد منهم من الطلاب الصغار يعني أن يعني يدرس أكثر أو يبحث يعني علميا؟ أعتقد يعني ما زال ليس مهم يعني فقط يعني فهم الثقافة الإسلامية حقيقيا يعني.
نحن الآن في شهر رمضان، لذا إذا كان لديك أي آية معينة تحب أن تتلوها أو تقرأها لمستمعين عبر أثير القسم العربي بالكي بي إس، فتفضل. في بداية المقابلة أنا قلت لكم أهم شيء هي حق. في القرآن الكريم أهم سورة هي سورة الفاتحة طبعا، والثاني سورة الإخلاص. أريد أن أقرأ سورة الإخلاص. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أريد أن أترجم باللغة الكورية في هذه السورة. محمدية، 그들을 조롱하는 다신 숭배자들에게 마이나카 우세인 가로 닫고 말하라. 인용부 열고 따옴표 열고 그분은 알라는 한 분이시다. 한 분이십니다. 알라는 아사마드이십니다. 사마드는 피조물들은 도움을 필요로 하나 그분은 피조물로부터 전혀 도움을 필요로 하지 않으시는 자급자족하시는 분이십니다. 그분은 낳지도 않았고 태어나지도 않으셨습니다. 그분에게 어느 누구도 동등하지 않았습니다. 라고 말하라. 여기까지입니다. والله في نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ إيميون وون الذي قام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الكورية على وقته الثمين، وهذا اللقاء الشيق، ونتمنى له المزيد من التوفيق وتوفيق والنجاح. شكرا جزيلا. هذا حق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كما نرجو من مستمعينا ومشاهدينا على يوتيوب الضغط على زر اللايك والاشتراك في قناتنا لمشاهدة كل جديد عن كوريا، وأيضا ترك تعليقات عن هذا اللقاء مع ضيفنا اليوم. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. KBS World Radio.